نشرة الظهر. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. وفيها مواكبة لانطلاق اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، انطلاق الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمخصصة للنظر في مشروع قانون نظامه الداخلي، اليوم استئناف حركة مرور المسافرين في الاتجاهين بمعبر رأس جدير، في فلسطين المحتلة سقوط أكثر من 110 بين شهيد وجريح في مجزرتين إسرائيليتين جديدتين في غزة، وجيش الاحتلال يصعد من عملياته في الضفة الغربية المحتلة. تحية طيبة. انطلق اليوم أكثر من 41,000 تلميذ وتلميذة في اجتياز امتحانات دورة المراقبة لبكالوريا 24,000 التي تتواصل على مدى 4 أيام، ومن بين المترشحين لهذه الدورة 3 سيجتازون الامتحان داخل المؤسسات السجنية، ومترشحان 2 بالمستشفيات. ومن المنتظر أن يتم إعلان النتائج يوم 14 من جويليا الجارية. الزميلة نجاة حسن تنقلت اليوم إلى معهد باب الخضراء في العاصمة ورصدت لنا آراء عدد من التلاميذ حول أول أيام دورة المراقبة. أنا باكسيون، الحق متاع ربي أنا ما حضرتش في السيسيون برانسيبال، طحت 39 في السيسيون هذي حضرت. عادينا إيكو خاي برشا دوار وجابولنا حاجة عمرها ما كانت في المتوقع. باك إيكونومي، عديت إيكونومي، الحق له صعيب له سهل، جوست ديسيرتاسيون لازم عبد يتذكى فيه يقرأ دي دوكومون وكل، هي جيتنا على البروديكتور، أما العبد كي ينجم يحكي على لي تيم أخرين ويربطها، أما البرانسيبال خير. نورمالمون إحنا نوفو ريجيم، دونك يجيبونا حاجة جديدة كيما ماج ولا الانفلاسيون، جابونا بروديكتور اللي هو طاح عمناول، نحن مستبعدين. باك سيونس. احكي لي لك زعما كيفاش كان ساهل ولا صعيب؟ متوسط مش خايب. متوسط مش خايب. انا واسهل هو ولا البرانسيبال؟ ليه هذا اسهل برشا ان شاء الله. بيس كنت في نقول خير وكا. باك مات. والله المات جينا ديما قاعد يمشي يصعب المات. لاباس بقدره ربي لاباس، نكمل نقد الفيزيك بالكدا لاباس. باك انفورماتيك، عندنا بروغراماسيون اليوم بيه فيها ما يتخدم سافا مش خايب في المتناول. والله اقل الخوف اقل ما خاطر عدينا بها التجربه. نحب نقول لهم ادخلوا بمورال عالي على الاخر اللي كتبوا ربي الطويسير. انطلقت صباح اليوم أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمخصصة لمناقشة مشروع القانون الداخلي للمجلس، ويتضمن مشروع النظام الداخلي 152 فصلا موزعا على 12 بابا يضبط هياكل المجلس وتركيبتها وطرق اختيار أعضائها، إضافة إلى تحديد إجراءات النظر في المشاريع والمسائل المحالة على أنظاره وفق الاختيار الاختصاصات التي خولها له دستور 22,000. أكثر تفاصيل عن سير الجلسة العامة في المراسلة التالية لكوثر العرقوبي من المجلس الوطني للجهات والأقاليم. انطلق المجلس الوطني للجهات والأقاليم في أشغال جلسته العامة حول مناقشة نظامه الداخلي تمام 9 صباحا بحضور 73 نائبا، واستهلت الجلسة العامة بكلمة لرئيس عماد الدربالي، كلمة اعتبر فيها أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يجسد فلسفة جديدة للنهوذ بتونس وتطمح إلى بلورة العدل والقطع مع كل أشكال التهميش. الدربالي قال أيضا في كلمته الافتتاحية أن مجلس الجهات والأقاليم هو تجسيد للديمقراطية الشعبية الموسعة لكل الفئات والجهات حتى يتمكن من المشاركة السياسية ومن ثم المشاركة في إنتاج وتوزيع الثروة. هذا وأكد كل النواب المشاركين في أشغال الجلسة العامة على ضرورة أن يكون النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم سبيلا للتشاركية وتوحيد الصفوف وعاملا نحو تحقيق منوال التنمية الشاملة. يذكر أن الجلسة العامة حول مناقشة النظام الداخلي ما زالت متواصلة إلى حتى الآن، وبمجرد الانتهاء من المناقشة والمصادقة على النظام الداخلي يشرع المجلس الوطني للجهات والأقاليم في ممارسة مهامه النيابية والرقابية فعليا. بحضور وزير الداخلية خالد النوري ونظيره الليبي يستأنف معبر رأس جدير الحدودي اليوم نشاطه في تأمين عبور المسافرين في الاتجاهين بين تونس وليبيا، على أن يتم استئناف النشاط التجاري في مرحلة قادمة.
يترأس وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار الوفد التونسي الذي يشارك اليوم وغدا بواغادوغو في أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية البوركينية، وينتظم اليوم على هامش أشغال اللجنة المشتركة ببادرة من وزارة الخارجية منتدى اقتصادي تونسي بوركيني بمشاركة وفد هام من رجال الأعمال التونسيين وبرئاسة رئيس منظمة الأعرف. أهمية هذا المنتدى في دعم النشاط التجاري والاقتصادي مع بوركينا فاسو في متابعة لأحلام القاسمية. تمثل بوركينا فاسو أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لتونس بغرب إفريقيا، حيث يسجل الميزان التجاري بين البلدين منذ سنوات فائضا لصالح تونس. الخبير الاقتصادي شكيب بن مصطفى أكد أهمية المنتدى الاقتصادي التونسي البوركيني في وقت تسعى فيه تونس لتطوير تعاملها الاقتصادي مع بلدان جنوب الصحراء. مبادرة هذه جاءت في وقت على خاطر تونس وخاصة وزارة التجارة قاعدين يعملوا في مجهود كبير باش يزيدوا يقويوا في النسق نتاع التعامل الاقتصادي بين تونس وبلدان جنوب الصحراء. وبركينا عديد السنوات واحنا نخدموا وقاعدين نبيعوا لهم برشا حاجات احنا نستوردوا منها براتيك محد شيء، بينما التصدير نتاعنا معتبر. كي نجيو نشوفوا 23 تقريبا 23 مليون دولار، اكثر من 70 مليار، فما الزبس، دباب الزلقاء، الجو، دباب الزبلار، سكر، بلار نتاع مريات، دهن، وكلهم مؤسسات صغرى ومتوسطة. نجموا نزيدوا نقدموا في كل ما هو صناعة الأدوية، كل ما هو كهربائي. دونك نراو اللي فما شركات مشاو وعطاوها الأهمية اللازمة، بعض لقاو ريتم نتاع تصدير ستابل، نقولوا اللي فما برشا شركات اخرين ينجموا يعملوا نفس الحاجه. وشدد الخبير الاقتصادي شكيب بن مصطفى على ضروره العمل على دعم واردات تونس من بوركينا فاسو من اجل تحقيق توازن الميزان التجاري بين البلدين. اللي لازم نعرفوه باش يكون اكثر توازن في الميزان التجاري اللي بيننا، وذاك علاش لازمنا نشوفوا كيفاش نقويوا من التوريد من بوركينا فاسو، خاصه في القطاعات اللي احنا قاعدين نستوردوا كما القطن، كما الغشيد، كما النوات كاجو ايتترا. يلزم الدبلوماسيه الاقتصاديه يلقاو حل باش يقويوا في التبادل العام بين البلدان الزوز، هكاك تكون شراكه حقانيه. وياتي المنتدى الاقتصادي التونسي البوركيني في اطار سعي تونس لدعم نشاطها التجاري والاقتصادي مع القاره الافريقيه عبر بوابه جمهوريه الكوت ديفوار، ومنها الى بقيه دول افريقيا جنوب الصحراء التي تعد سوقا واعده ووجهه هامه، خاصه في ظل ركود التصدير نحو وبلدان الاتحاد الأوروبي الوجهة التقليدية. في شأن وطني آخر، تتواصل درجات الحرارة مرتفعة اليوم ومتجاوزة المعدلات العادية لشهر جويليا بفارق يتراوح من 9 إلى 14 درجة. وإلى حدود منتصف نهار اليوم سجلت محطة تجروين بالكاف أعلى الدرجات ب 46.2 درجة مئوية، تليها محطة نصر الله بالقيروان ب 46 درجة، ثم رجيم معتوق في قبلي ب 45.9 درجة. عن المعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالية. حرارة مرتفعة جدا بمناطق الجنوب ومحلين الوسط وبعض مناطق الشمال لتتجاوز المعدلات العادية بفارق من بين 9 إلى 14 درجة، بالتالي ستكون القصوى عامة بين 40 إلى 47، تصل إلى حدود 49 بالجنوب الغربي ومحليا بالوسط مع ظهور الشيلي، ما عدا بالسواحل الشمالية حيث تكون ما بين 27 إلى 33 درجة، علاوة على هبوب رياح قوية بأغلب المناطق بكافة مجالاتنا البحرية أو داخل البلاد، أين تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل الهبات وتساهم في إثارة محلية للرمال والأتربة بالجنوب أثناء الليل. بالنسبة ليوم الغد تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ وتتراوح القصوى عامة بين 32 إلى 40 درجة، تكون في حدود 25 إلى 30 بالشمال والمرتفعات، وممكن توصل حتى إلى 45 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
في فلسطين المحتلة ارتكب الاحتلال الصهيوني مجزرتين في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 23 شهيدا و91 جريحا خلال الساعات 24 الماضية. كما أعلن المكتب الحكومي في القطاع استشهاد صحفي بقصف إسرائيلي، ما يرفع حصيلة الشهداء من الصحفيين إلى 153 منذ بدء الحرب. في الضفة الغربية المحتلة شهداء ومصابون في طول كرم وحملة اعتقالات واسعة ينفذها الاحتلال. مراد السبع من فلسطين المحتلة. 69 يوما بعد 200 هي الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة والضفة. هذا اليوم استشهد مواطنين وأصيب آخرين في قصف الاحتلال على بلدة خزاعة. كانت مصادر قالت أن مدفعية الاحتلال قصفت البلدة ما أدى إلى استشهاد مواطنين، ومدفعية الاحتلال قصفت شارع المنصورة في حي الشجاعية. سلطات الاحتلال اليوم أفرجت عن 50 معتقلا من قطاع غزة، بينهم مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية، وجميعهم اعتقلوا خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة. هناك انتقادات إسرائيلية واسعة من مسؤولين إسرائيليين عن كيفية الإفراج عن هؤلاء الأسرى، وقالوا إن حكومة تفرج عن أسرى من قطاع غزة لا يمكن أن تبقى في الحكم. المقاومة من جانبها قالت إنها قصفت بقذائف الهاون جنود وآليات جيش الاحتلال في حي الشجاعية، وأفادت بوقوع إصابات وربما قتل بين الجنود الإسرائيليين بعد تفجير مبنى فخخته المقاومة في رفح جنوبي القطاع. في الضفة الفلسطينية وفي مدينة طول كرم استشهد طفل وسيدة أثناء انسحاب قوات الاحتلال من مخيم نور شمس وإطلاق النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين. أيضا قوات الاحتلال اعتقلت 16 مواطنا في أنحاء متفرقة من الضفة الفلسطينية، بينهم 3 سيدات وأطفال، ونقلتهم إلى جهة مجهولة. في بقية أخبار العالم، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الناخبين في بلاده إلى تحالف كبير لمواجهة حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف في فرنسا بعد تصدره نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي جرت أمس. وحصل الحزب وحلفاؤه على 33% من الأصوات وفقا للنتائج الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية اليوم. قالت منظمة الهجرة الدولية إن أكثر من 55,000 شخص نزحوا من مدينة سنجا والقرى المجاورة لها بولاية سنار جنوب السودان جراء تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. في الصين تضرر 811,000 من السكان في مقاطعة أنهوي شرق البلاد، فيما تم إجلاء 195,000 من مساكنهم بعد عواصف عنيفة تسببت في إحداث دمار في 6 مدن على مستوى المقاطعة. ختام النشرة قدمناها من الإذاعة الوطنية، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في النشرة، وكبنا انطلاق اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. انطلاق الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهة والأقاليم والمخصصة للنظر في مشروع قانون نظامه الداخلي. اليوم استئناف حركة مرور المسافرين في الاتجاهين بمعبر رأس جدير. في فلسطين سقوط أكثر من 110 بين شهيد وجريح في مجزرتين إسرائيليتين جديدتين في غزة، وجيش الاحتلال يصعد من عمليته في الضفة الغربية المحتلة. ختام نشرة، أجمل تحية سمية فرجاني، ألقاكم بعد أقل من ساعة في أمان الله.